في هذا الدرس نتحدث عن النطاقات الطيفية بكل من صور الأقمار الصناعية لانسات والسونتينيل 2. الميزة التي تتميز بها الأقمار الصناعية هي التصوير بأطياف لا يمكن للعين المجردة أن تتحسسها، على عكس التصوير الفوتوغرافي بآلات التصوير الذي يصور عند حدود الطيف المرئي فقط. فاستخدام التصوير يعتمد على النوافذ الطيفية، فالتصوير من خلال صور الأقمار الصناعية يعتمد على النوافذ الطيفية. مثلا هذا الرسم المتواجد هنا يمثل النوافذ الطيفية ودرجة امتصاص الغلاف الجوي لكل طول موجي من هذه الأطوال الموجية المتواجدة عند هذا الرسم البياني. فبالنسبة للطيف المرئي يتراوح بين 400 نانومتر و700 نانومتر. هذا هو الطيف المرئي الذي يمكن للعين المجردة أن تراه. خارج هذا المجال لا يمكن للعين المجردة أن تراه. فبالنسبة لصور الأقمار الصناعية لانسات، لديها نطاقات في الطيف المرئي. هذه النطاقات هي النطاق الأول والثاني والثالث. أتحدث هنا عن صور لانسات 7 وما قبل، يعني ما بين 4 5 7. هذه النطاقات هي المنتمية للطيف المرئي. ثم نطاق رابع في الأشعة تحت الحمراء. فهنا الأشعة تحت الحمراء تنقسم من الأشعة تحت الحمراء القريبة وكذلك الأشعة تحت الحمراء المتوسطة، ملاحظ هنا هو رقم 5 و7. فإلى حدود هذا المجال فهذا يدخل ضمن نطاق الأشعة تحت الحمراء المنعكسة، بينما الباقي هو عبارة عن أشعة تحت حمراء حرارية. يعني النطاق السادس يمثل الأشعة تحت الحمراء الحرارية، وكملاحظ هنا يعني هناك بالنسبة للرسم هنا واضح أنه يوجد فراغ من حيث الأطوال الموجية. فإذا أخذت لانسة 8 بقيت على نفس التقسيم تقريبا، بينما نلاحظ هناك اختلاف من حيث الأرقام، يعني أن اللون الأزرق أو الطيف الأزرق أصبح رقم 2، بينما الطيف الأخضر أصبح رقم 3، والطيف الأحمر أصبح رقم 4، مع تعديل الطول الموجي للنطاق تحت الحمراء القريبة. يعني هناك اختلاف في الطول الموجي، وبالتالي عند دراسة المقارنة يجب الأخذ بعين الاعتبار هذا الاختلاف في الطول الموجي في نطاق الأشعة تحت الحمراء القريبة. فكلا القمرين لانسات 7 و8 يتوفران على نطاق أو قناة بانكروماتيك ذات درجة وضوح حوالي 15 متر، بينما باقي القنوات هي ذات درجة وضوح 30 متر. فنلاحظ أن هذه النطاق الثامن ذو درجة وضوح 15 متر يشمل فقط الطيف المرئي بالنسبة للانسات 8، بينما في لانسات 7 يشمل كذلك الأشعة تحت الحمراء القريبة. هناك قناتين أخرتين أو نطاقين تم إضافتهما لسلسلة لانسات 8، وهو النطاق 1 متواجد عند المستوى اللون الأزرق أو عند الطيف الأزرق، ويستخدم غالبا في دراسة السواحل، ونطاق آخر 9 نلاحظ أنه يوجد في مجال يتأثر بالغلاف الجوي، وبالتالي يستخدم هذا النطاق في دراسة السحب، خاصة سحب السمحق أو السيروس. هناك بالنسبة للسونتينيل، فالسونتينيل هي الأخرى، ممكن التمييز هنا من حيث درجة الوضوح. سنجد أن بالنسبة لصور السونتينيل تنقسم حسب درجة وضوحها إلى 3 أقسام، إما 10
أمتار 20 متر أو 60 متر. فبالنسبة للقنوات المتواجدة عند 10 أمتار فهي كل من الطيف الأزرق والأخضر والأحمر والأشعة تحت حمراء القريب النير انفراريد أو بروش انفراريد، بينما النطاقات ذات درجة وضوح 20 متر نلاحظ أنها لا تتوفر، لا تدخل ضمن الطيف المرئي باستثناء حواف اللون الأحمر، حواف الأحمر أو الريديج، فهي كل من الخمسة والستة ونسبيا السبعة. بينما النطاق 60 متر نلاحظ أنه يوجد الواحد نسبيا متشابه مع الواحد متواجد عند لانسات 8 الخاص بدراسة سواحل، ثم التسعة نلاحظ أنه يوجد يعني في مجال يتأثر بالغلاف الجوي بالتالي يستخدم في دراسة السحب، وكذلك من النطاق العاشر هو نفسه المتواجد في لانسات 8 برقم 9 والمستخدم في دراسة سحب السيروس. إذن فهذه هي هذا هو توزيع هذه النطاقات الخاصة بصور لانسات والسنتينيل، وبالتالي يعني عند دراسة أو عند الاعتماد هذه الصور ينبغي معرفة الأرقام المناسبة لكل نطاق حتى تتمكن من إعداد الدراسة بشكل جيد. هناك أقمار صناعية أخرى تتوفر على نطاقات أكثر ومتعددة، ونذكر منها مثلا الأستر الذي يتوفر كذلك على عدة نطاقات في الأشعة تحت الحمراء الحرارية، حوالي 5 نطاقات في الأشعة تحت الحمراء الحرارية وخمسة في أو ستة في النطاق الأشعة تحت الحمراء المتوسطة، وبالتالي يستخدم هذا القمر الصناعي بكثرة في الدراسات الجيولوجية حيث يعطينا تفاصيل أكثر عن السطح، هنا خاصة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة لها حساسية كبيرة مع السطح مع التربة والصخور، وبالتالي تعطينا تفاصيل أكثر بهذا بالإضافة إلى الأشعة الحرارية. نلاحظ أنه هنا فيما يخص السنتينيل فبالنسبة للسنتينيل لا يتوفر على نطاقات ضمن الأشعة تحت الحمراء الحرارية، أي لا يمكن تقدير درجة الحرارة عند بواسطة الأقمار الصناعية سنتينيل، بينما يمكن تقدير درجة الحرارة حرارة السطح و temperature de reflectance من خلال صور الأقمار الصناعية لانسات. هناك مثلا لدينا برنامج أو القمر الصناعي الموديس يتوفر على 36 قناة يعني متوزعة بين الطيف المرئي إلى حدود الأشعة الحرارية، وبالتالي لديه يعني لو مجال واسع، بينما درجة الوضوح تبقى نسبيا في متوسط 1 كيلومتر، بينما الأستر في درجة الوضوح 15 متر فيما يخص الطيف المرئي والأشعة تحت الحمراء القريبة، و30 متر بالنسبة للأشعة تحت الحمراء المتوسطة، و90 متر بالنسبة للأشعة تحت الحمراء الحرارية. هناك أقمار صناعية أخرى أو قمر صناعي آخر وهو الهيبريون، فبالنسبة للهيبريون يتوفر على أكثر من 200 نطاق يشمل كل من الطيف المرئي والأشعة تحت الحمراء القريبة وكذلك المتوسطة. فالخلاصة التي ينبغي التركيز عليها في هذا الدرس هو أنه قبل البدء في استعمال أي صورة لقمر صناعي ينبغي معرفة الطول الموجي لأي نطاق حتى تتمكن من إعداد الدراسة بشكل جيد. أتوقف عند هذا الحد، أتمنى أن تكون هذه المعلومات كافية.
على أمل اللقاء بكم في درس آخر بحول الله تعالى. كان معكم جمال شعوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.